قوي جدا وخاصة غودين وخيمينيس هما من يعطيني القوة والأمان. نعم طبعا هذه أول مرة في تاريخ بطولة كأس العالم تكون الفرق العربية طرفا في أول ثلاث مباريات على التوالي من البطولة. أمس المفتاح السعودية أمام روسيا الحماسية، اليوم مصر تلاعب الأوروغواي، وبعدها مباشرة منتخب المغرب سيلتقي بإيران في مجموعة ثانية. إلى السلامين الوطنيين لجمهورية مصر العربية وجمهورية الأوروغواي. رقم 4 فاريل على اليمين، رقم 22 اللاتسيالي سيليستي بيانكو سيليستي في لاتسيو روما، هنا بلادو ايضاً سيليستي السماوي مارتين كاسيريس، رقم 3 كوبر بكل الخبرات. وينطلق اللقاء مصر اوروغواي كاس العالم هنا في روايات. تمشي كره وانطلاق، يمشي الكره البيستوليرو لويس سواريز، برافو دفاع حذاري. الجمهور المصري هنا على انغام مصراوي بينما كافاني والشناوي، برافو الشناوي، اول كره يشدها الشناوي في مشواره الرسمي، اول كره بارادي تصدرها الشناوي في بارادو حارس النادي الاهلي. مزيانه برشا الملاعب، جميله جدا هنا المعمار الروسي، المعمار على الطريقه الشناني. درجه كره خطيره، المنتخب المصري عنده كره والتسديده والحارس، الحارس المصري المنظم حذاري من هذه الكرات. تمشي التوزيع عرضيه صعبه والبرة كره برا، ضربه مرمى للشناوي. العرب وكأس العالم، العرب والمونديال في أرقام تواليا، 8 دول سجلوا 50 هدف من 40 لاعب، والعرب اليوم يلعبوا كان ضد المغرب، يعني عربي ضد عربي، فنعنا 7 انتصارات. ينتظر وياخذ سيلفي وسيفي، والكرة تمشي بالراس، يضرب راسية ترجع الحارس مروان. لا في الفترة الأخيرة سنة ونصف تقريب مع صلاح، وصلاح هو التقريب لرشح المونديال، في خطأ ديكوي بيرس قم فما شيء، ضربة مرمى للأوروغواياني فرناندو مونتيرا، ما يعديش فتحي بامتياز حذاري كافاني، كافاني راوا، كافاني شوت، برافو الدفاع، أخطر كرة على الفريق المصري، برافو يا علي، علي يا علي الدلع يا علي، حذاري الكرة الثابتة، يضرب الراس صعب ربك بكودي جول. والهدف الاول، فرصة كبيرة ضاعت، فرصة كبيرة ضاعت حذاري، احذروا الكرة الثابتة، نبهت فيها مرة مرات، كررت وتكرار، مللت من التكرار. المنتخب الاوروغواني نقطة قوته القدام في الكرة الثابتة، رد بالكم من المطرقة جودين من سواريز ومتابعة كافاني. والثنايا تمشي الكرة في خطوات اوروغوانية طويلة، اخرج الشناوي، جاب الشيال الشتالي خير انه يلعب الفورما بتاع النالي، واللي كان المفاجاه السارين فيسينو، فيسينو ديال الانتر يلعب، فيسينو شات كوره، رد بالك اوت برا البيستوليرو، سواريز حط الكره، سواريز تضرب في الجدار، ترجع من سواريز، برافو عمرو، لكن هجوميا ناقص، ناقص صلاح، واضح الامور، ترجع الكره العرضيه، اين الراسيه؟ بنتنكور لسويس، لويس يلعب كرة، تهي كرة، كافاني ينسي في روحه خطير، وبرافو ترجع رجوانية، حذاري من انطلاق كرة الأطراف، مرة أخرى فاريلا يلعبوا لكافاني ويلقاو الشناوي، يمشي الكرة عن طريق جودين، يمشي جودين، وصل الكرة، سوء المعاملة، وسيشعل حماسة المصريين، تمشي كرة على القائم الثاني بعيدة يا فتحي، وين؟ وين يا فتحي؟ ترجع كافاني، يمشي ديسون، كافاني وزع كرة، برافو، برافو علي جبر، جبر مبني النني، ترجع الكرة حذاري، 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 تحل الثغرة، جودين، جودين، ما عنده ما يعمل، ما عنده ما يعمل، وكويبرس الهولندي، الفريق الأوروغواني تاباريس سيجازف، وقتها ممكن فرصة مصر، كرة شوف الهدايا، شوف كافاني، كافاني خطيرة، خطيرة، يمشي سواريز، يا ستار يا مان على اختار، يا ستار يا مان على اختار، اختر الكرات كافاني والكره بعيده، اديسون كافاني، كافاني بالذات ديما عندي عليه حكم ثنائي، حكم مزدوج،
حكم كرة الأوروغواي بنسخة جودين. عندهم دفاع قوي، حذاري تمشي مرة أخرى، صعوبات البيزي. براوي حجازي ما يشوتش، يلعب كرة أخرى طويلة، حجازي حطه في ظهره ولكن يرمي الكرات ممكن فضائية ومرمي المحصن، فما شانس ولكن فما خطورة. حذاري برافو، ترجع الكرة طوى، يمشي يهرب فيها، يمشي بالكرة، يمشي كهربا، رودريغيز حطها لأربعة باريلا، سانشيز جاء، سانشيز كروسي كرة وكورنر، ترجع الكرة مرة أخرى خطيرة. رد بالك كافاني، 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 رد بالك الدفاع، والحكم يقول ورقة ويقول خطأ ويقول لمسة ويقول هاندبول على فريق الأوروغواي. رد بالك، رد بالك، شوف عبد الله يمشي، وردة، وردة عدى، فما خطأ فورا، عطي ورقة صفراء. برافو حكم الفانتس بين تانكور سانشيز، هذه قوته كافاني، لا حتى له، رد بالك، رد بالك، برافو يا شناوي، شناوي يا كبير، شناوي يا بطل، شناوي الحارس نمبر وان، نمبر وان، ملا شناوي، ملا شناوي، لا تحتاج منكم لفتاوي ولا حديث الأركان والركن والقاوي، هذا هو الرائع يا الشو الثاني والأروع، الشو الثاني ذو متفائل هو وشيكا يا جودين. ملا جودين سانشيز تخوف، 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 جودين ناويها، جودين ما يجيبهاش، ما يجيبهاش جودين، ما يجيبهاش. الجرين توزر دي بالضربة القاضية، امشي امشي يا كهربا، 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 حط كورة كهربا مرة أخرى. ملا كهربا، حل فيهم، حل فيهم طريق، يضرب، اضرب، النني، النني، جول. أي فرصة، أي كورة، كورنر. الهولندي قال، الهولندي قال، ملا يانيك نوا، يانيك نوا المصري، يانيك نوا المصري، يانيك نوا المصري، كاد يسجل لوب في عالم. امشي كافاني، 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 خطيرة صورة، حتى له يا بابا، يا بابا، ملا معلم. يا كافاني قهروك، يا كافاني بكوك، الشناوي جرحهم، الشناوي. ما زالت المعاناة، ما زالت الصعوبات، ما زالت الراسيات، ما زالت التسديدات، فما توزيع ودون. ترجع الكرة وسط الميدان، كرة إمكانية في خطأ فاول يا ستار. يس، يمشي دينسون كافاني، والكرة في القائم، خطيرة جدا. قتل أبطال العالم في الفوتبول، خطيرة بالراس، والهدف الأول. 1-0، 1-0 في الوقت القاتل عن طريق خيمينيز. خيمينيز ركب الفاول للمنتخب المصري ويلعب الخطا ويضربها بالراس ويحط كره، كره ظالمه، كره غير عادله، يعني والله صدقوني يعني لن ادعي فيها بطوله مع الاحساس الان بالقهر بهذا الهدف. ولكن منتخب مصري ما يستحقش يخسر في الشوط الثاني، خاصه الفريق الاوروغواياني عارفه، قلت لكم غدار، غدار يا صلاح، غدار، ما يلعبوش ولكن يعرفوا يربحوا. الكرة الثابتة استناوها، الكرة الثابتة استناوها، تقريب أكبر خطأ من الدفاع في التمركز، وخيمينيز يضرب الرأس الثالث، حجازي يضرب الرأس ويسجل انتصار في الدقيقة الأخيرة، في الدقيقة 90، الدقيقة 90، الأوروغواي سجل هدف.